ترأس ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاجتماع الرابع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية والذي عقد صباح اليوم بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بضاحية السيف. في بداية الاجتماع رحب سموه بالحضور معربا عن فخره واعتزازه بما حققته اللجنة الأولمبية من إنجازات إدارية وميدانية بارزة على مختلف الأصعدة والمستويات، وهو ما يؤكد كفاءة العنصر البشري البحريني وتميزه في مواجهة كل التحديات. أكد سموه بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله وأن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل أكبر لدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ولذلك أبدى سموه رغبته الجادة في إفساح الفرصة لقيادات رياضية واعدة لقيادة مسيرة النجاح الذي حققته اللجنة في الفترة الماضية، وذلك رغبة من سموه في التفرغ لرئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليكون مشرفا ورقيبا على كل من الجهات المعنية بشؤون الشباب والرياضة في المملكة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والسياسات التي يقرها المجلس. كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية قد أقر تعيين الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، وتعيين السيد محمد حسن النصف أمينا عاما للجنة الأولمبية البحرينية، وتمديد فترة عمل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة، وتعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني الرياضي للجامعات برئاسة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة، وإعادة تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للترايثلون برئاسة السيد عبد الله عبد الرحيم عبد الله عبد السلام. ووجه المجلس الاتحادات الرياضية بضرورة إقامة دوريات رسمية للسيدات مع عدم السماح للاعبات بالمشاركة في أكثر من لعبة، كما حدد المجلس 11 من شهر أبريل المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.